المصرية القديمة هي الخطوة الحقيقية اللي بندخل بيها عالم أجدادنا، ورا كل كلمة سر من أسرار تاريخ بلدنا، وإحنا في برنامجنا هنتعلم إزاي نقرأ ونفهم لغتنا القديمة. هنا في جبانة منف وسط نبلاء مصر القديمة اللي فيها أعظم فيلسوف وأحسن مهندس في العالم، النهاردة هنتعلم الكتابات الهيروغليفية الموجودة في مقابرهم ونتعرف على المبادئ الأساسية في لغتنا القديمة. كل شعب اختار اسم للغته، والمصري القديم اختار ميدو ناتر للغته، سماها الكلام المقدس. لكن كلمة هيروغليفكس ده اسم اختاره اليونانيين للكتابة المصرية القديمة ومعناها الخط المقدس. هنا في مقبرة إيروكا بتاح هنلاقي ازاي المصري القديم استخدم النقش المقدس في تزيين المقابر بتاعته.